ونمر إلى قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية. مرحبا سيد الوزير بسؤالين. أول، الفريق الثقافي وحده التعادلية، تفضل سيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسألكم عن سبب تراجع عن بعض مكتسبات المرشدين الدينيين بما فيها المشاركة في البعثات الدينية التقطيرية سواء بالديار المقدسة أو ببلاد المهجر، وبالتالي التدابير المتخذة لضمان هذه المكتسبات. جواب سيد الوزير. سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمون، شكرا لكم السيدة نائبة المحترمة. في القائمون بالشؤون الدينية في المساجد وفي الحج وغيرها ما فيهاش قضية المكتسبات. الوزارة استعانت ما بين 2006 و 2012 بعض يعني المرشدين، 300 200 من الذكور و 100 من المرشدات، ولكن تبين ان هنالك اشكال تغيير لمده شهرين. هنالك الحاجه الماسه اليهم في تقطير ميثاق العلماء التكوين المستمر للائمه، وان البديل ممكن من ائمه اخرين ما عندهمش هذه المهام، وثم بقيه الائمه اللي هما 2500 دائما كيقول لنا مشكل كيفاش اننا يعني معيار اختيار واحد 300 خصهم دائما يمشيوا لانهم باش يتدربوا، والا ما يمكنش دائما يبداوا يتعلموا في موسم الحج. فلذلك يعني تراجعنا على هذه القضيه، ماشي تراجع اداري ولا تراجع المكتسبات، لكن لان التجربه افادت انه ما يمكنش الاستمرار فيها. ومع ذلك يمكن الوزاره ان تستعين ببعض الائمه المرشدين وبعض المرشدات في تقطير الحج عند الضروره. شكرا. شكرا. تعقيب السيده النائبه. شكرا سيد الوزير، ولكن هذا دائما في اطار تشجيع وتحفيز هذا الحصه ديال 300 مرشد في حقيقه يعني شيء جميل، ولكن سيد الوزير هذه الفئه هي كتعتبر ان هذا مكسب، وخاص الوزاره ديالكم تستمر عليه، خاصه ان بالنسبه للتاطير الديني في الحج ممكن الان كيتسند الفئات اللي هي يعني ديال بعض الائمه ولا المرافقين، وكيعتبروا راسهم انهم كذلك معنيين في هذا في اطار تكافؤ الفرص، في اطار تشجيع وتحفيز انهم كذلك يمشيو للديار المقدسه، كذلك التاطير فيما يخص ديار الغربه وتاثير المواطنين خارج ارض الوطن. كذلك هذه الفئه كتعتبر ان هذه المهمه ولو انها كتكون دوريه، ولكن كذلك يطلبوا بتكافؤ الفرص وجعل هذه المهمه دوريه ماشي فقط كتهم واحد. شكرا السيده النائبه. هل هناك تعقيب اضافي؟ فريق الاثر والمعاصره. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات والسادة النواب المحترمون. سيد الوزير، يعتبر القيم الديني المحرك الأساسي واللبنة الهامة في بنية الحقل الديني بالمغرب وشريحة من أهم شرائح المجتمع، ولكن سيد الوزير نرى أن هناك تهميش لهذه الفئة، وذلك من خلال هزالة التعويضات التي تتلقاها شهريا والتي لا تكفي لسد حاجيات أسرهم من مأكلين ومشربين وتمدروس ومسكن وتطبيب، خاصة أن الراتب لا يرقى حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور. لذلك سيد الوزير يجب التعجيل بتحسين وضعيتهم المادية، وذلك بالرفع من التعويضات التي يتلقونها وتوسيع الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدتهم. وشكرا. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ جواب سيد الوزير. اتفق معكم سيد النائب المحترم، اتفقين. شكرا.